السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أم أمين الطوسيو ديال العينين، الطوسيو وسببه هو الإنسان كيحرص على الدمية. فمن أعظم أنواع العلاج ديال الطوسيو، طبعا كيقول هناك أدوية معروفة عند الأطباء وفي الطب الشعبي، يعني يكفي أنك تأكل واحد القطعة ديال الثوم الطازج على الصباح الباكر، الطوسيو كيرجع في واحد. لكن أعظم طريقة باش نضبط الطوسيو ديال الجسم هو ما نتقلقوش، ما نحزنوش، ما نعظموش الدنيا. لان اللي كيخلي الانسان انه كيتقلق وكيتعصب هو حينما يعظم الدنيا. علاج بسيط جدا، نتعلموا هذا العلاج ايها الاحباب الكرام. هو الدنيا هي ياما فيها من مشاكل واضطرابات، ياما فيها من صدمات وجراحات، ياما فيها من قيل وقال. رغم كل هذا لا نعظمها، ما نعطيوهاش قيمه اكثر من حقها وغترتاح. اللي جاب ربي مرحبا، واللي مشات يعود ربي ما احسن منها. وغتلقى الطونسيون ديالك هادئ. كيقولوا العلماء ديال النفس احسن طريقه باش تضبط الطونسيون ديالك حافظ على المغال. ولكن المغال باش نحافظ عليه؟ غادي يقول لك راه بغيت نديرها وما قدرتش. هو انني اؤمن بالله وبقانون التعويضات الالهيه. حيت الانسان من طبعه كيحب الماديات، كيحب العطاء. وخا تقول لي الروحانيه كيقول لك بغيت شي حاجه من الموسى، كتقول لي هناك صندوق التعويضات الالهيه اللي ضعت لك ربي يعوضها اضعافا مضاعفه. فاسال الله الكريم للا ام امينه، الله يشفيك بشفائه ويداويك بدوائه. نسال الله تعالى ان يجعل في بصرك نورا وفي عقلك نورا وفي قلبك نورا. الله يشفيك من الامراض والاسقام والعلل. نسال الله تعالى ان يذهب عنك الاذى ويسعد قلبك بأولادك جميعا. يا رحمن يا رحيم، جميع الذكور والبنات الله يحفظهم لك ويصلح الأمور ديالهم. وللا أمينة أختها، يا رحمن يا رحيم، اللهم إن كان ما بها موانع أو عكوسات يا رب اجعل هذه الساعة هي آخرها. أزل عنهم الموانع والعكوسات واختر لهن يا أكرم الأكرمين الأزواج الصالحين، وارزقهم يا رحيم الذرية الطيبة. يا رب إن أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك اللهم بنور وجهك العظيم الذي أشرقت به ظلمات السماوات والأراضين هذه العائلة المباركة، اللهم أزل عنها الموانع والعكوسات والأمراض والأسقام والفقر والحاجة، واملأ حياتها بالمحبة والمودة والصحة والعافية والرزق الوفير والسعد الكثير والحظ الجميل. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج. وكل من قال آمين اللهم ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عمي الطيب كريبان. يا مرحبا. واساك توحشناك يا عمي، توحشناك. بارك الله فيك بنتي لالا أمينة. هذه 3 أيام اتصل بك وما قبضتكش، وراني فرحانة بزاف. الله 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 الله، الله يكبر بك لالا ويعزك. واه سيدي الطيب، لاني فرحانة بك. الله يفرحك بدخول الجنة يا رب. سميتك اسم على مسمى، راك مزيان، راك طيب، تبارك الله طيب. بارك الله فيك لالا أمينة، حفظك الله ورعاك. وتوحشناك بزاف بزاف. أعزكم الله وبارك الله فيكم. واه غير بغيتك تدعي لي مع الوالدة، راه عيانة بالطونسيو تاع العينين. أييه. واه. ودعي لي مع خوتي وخواتاتي وجميع المسلمين والمسلمات. يا رحمن يا رحيم. وعندي واحد اختي مخطوبه مازال عاد ما زادش عليها هذاك السيد. ايه. وبغيتك عاوتاني تدعي معايا، لا كان شي ولد الحلال انا واختي. يا ربي يا ربي. الله يجعل ربي يحفظك ويخليك لنا ان شاء الله بركه. يا رحمن يا رحيم، اعزك الله لالا امينه. وربي يخليك، ربي يخليك. شكرا لك. وهاي الوالده بغات تهضر معاك. مرحبا مرحبا. وهاي. راك عزيز وغالي. أعزكم الله وبارك الله فيكم لالا أمينة. ها يا منى. السلام عليكم. أهلا سيد الطيب. أهلا الشريفة.
اهلا وسهلا. ربي يخليك لنا ويطول عمرك ان شاء الله. بارك الله فيك الشريفه، الله يطول عمرك. اكيراك دايره سيدي وكداري الوليدات؟ الحمد لله الشكر لله تعالى. بارك الله فيك الشريفة. أحمدنا ربي وشكرنا اللي أعطاك لنا رب العالمين، أفتح لنا قلوبنا وأفتح لنا عقولنا. بارك الله فيك لله، الله يكمل لك الرجاء. هذا كلامك الزين. عزك الله لله. أنا سيدي راني شوية مريضة من عينية بلا طاسيون. إيه. أبغيتك تدعي معايا وتدعي لي مع البنيات وتدعي لي مع الوليدات. الله يشافيك ويعافيك يا رب. الله يشافيك ويعافيك يا رب. آمين يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم، ربي هو الشافي والعافي. شكرا لك الحاجة، شكرا لك، أعزك الله وأكرمك الله. وتحية كبيرة لساكنة إقليم وجدة، لإقليم الذي جمع عدد كبير من الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات والفضلاء المقربين إلى الرحمن. شكرا لك للا أمينة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.